زلزال الحوز، دمعة الأمس، ابتسامة اليوم. في الثامن من شهر شتنبر 2024 يكون قد مر عام بالتمام والكمال على فاجعة الحوز، زلزال مدمر أسقط المباني ومعها الأرواح، لكنه أعطى العبرة في كيفية التعامل مع أكثر الأزمات شدة. المغرب سرع ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، 120 مليار درهم هي كلفة البرنامج الموجه للأقاليم الستة والعمالة التي لحقها الضرر. على مدى 5 سنوات يهدف البرنامج إلى تنزيل مشاريع إعادة بناء المساكن، إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة. جلالة الملك أعطى أوامره السامية ليتم الاشتغال على هذا البرنامج بسرعة، بفعالية، بدقة وبنتائج مقنعة، ليكون البرنامج نموذجاً للتنمية المندمجة والمتوازنة. بالأرقام، اليوم وبعد مرور عام على الزلزال وصل تقدم أوراش البناء إلى أكثر من 49,600 مسكن، كما وصل الدعم المخصص لإعادة البناء إلى الدفعة الرابعة. الحكومة صرفت 11 شهراً من أصل 12 لمبلغ 2500 درهم، وهو دعم شهري استفادت منه أكثر من 63,000 أسرة، علاوة على تأهيل 54 كيلومتراً من المسالك القروية وإعادة تأهيل 111 مدرسة لتصبح جاهزة لاستقبال التلاميذ. إقليم الحوز اليوم بدأ يسترجع عافيته تدريجياً، والمتضررون انخرطوا بإيجابية في مرحلة ما بعد الزلزال.